أربعة أشخاص وأضرار مادية معتبرة، فيما فتحت المصالح الخاصة تحقيقا حول أسباب وحيثيات الحادث. المراسلة لطارق حجي. أربعة جرحى وخسائر مادية معتبرة تسبب فيها انحراف قطار شحن منتصف الليل بالجهة الغربية لمدينة الحروش بولاية سكيكدا لأسباب تبقى التحقيقات فيها جارية لحد اللحظة. الحادث أدى لخروج كل عربات القطار وعددها 12 عربة فخلف ما تشاهدون. حتى تسبب في اصطدام العربات بمنازل مجاورة للسكة الحديدية بحيث السكن كان تم تهديمه كليا وخمس مساكن أخرى تم إدارتها جزئيا. واحدة غربة نريقت في الدار نسمع ضربة كبيرة، المهم لوطون هذاك اللي خرجت نجري ومنه نلقى غير في المازوت كيسيل في الطريق. بعد طلعت عديت على خويا طبطبت عليه، المهم خرجنا الدراري منه هكا، زاد جارنا المهم عيط على البالكون مع الواحد اللي تكسر هذاك، طلعنا فوق واحد ديشي اللي تكسر هكا، مدنا ولادو ليسونسيال في ثلاثة على البالكون، زاد خرج مرته وبنته مرته، المهم مجروحين جروح خفيفة برك. بالنسبة لعائلة صاحب البيت اللي هو أخي جروح خفيفة، يعني لحسن الحظ كان جروح خفيفة بالنسبة تعرض ليها هو وأحد الأبناء تاعو، ولكن يعني ما إيش التأثير الكبير هو التأثير النفسي. وقد تم نقل الجرحى من طرف رجال الحماية المدنية لحظات بعد الحادث الذي يعتبر الثاني من نوعه في أقل من شهر بولاية سكيكدا.